طيب أسباب آلام العمود الفقري وأعراضه. ناس كتير جدا يعني بيشتكوا من العمود الفقري ومن آلام العمود الفقري وإيه هي الأعراض وإزاي نحن نتفاداها؟ هي الأسباب كتيرة جدا، لكن إحنا يعني هنقف عند بعض الأسباب المشهورة، وهي العادات الخطأ في الجلوس، في يعني السواقة، الروتين الروتين الحياة اليومي، الخاطئ الروتين اليومي والحركة غير المنضبطة للعمود أو الفقري الحركة الفجائية. أو الحركة الفجائية. لكن الحركة الدائمة أكتر من الفجائية، يعني تمام. الحركة الدائمة بتبقى أكثر، بحيث إن بيبقى في بوزيشن معين الشخص بياخده، وضع معين، الوضع ده ممكن يوصله لانزلاق غضروفي بدون ما يحصل أي انزلاقات فعلية. كمان في أسباب تانية، وهي المسكنات. يعني ممكن إدمان يبقى المسكنات، وفي فئة كبيرة جدا جدا منين ما أي حاجة أي شوية ألم جري على طول التابلتس أو الأقراص بتاعة المسكن وكده. الحقيقة احنا مسألة المسكنات دي احنا بننبه على المريض ان احنا ما ينفعش ان احنا من اول ما نحس بألام ناخد مسكن. طبعا المسكنات بتخليه هو خلاص حس براحة نسبية، فبيقعد مرة اتنين، بيقعد شهر شهرين ثلاثة، والموضوع بيتضاعف معاه ويصل الى انزلاق غضروفي فعلي او يصل الى اعوجاج في العمود الفقري بدون ما يحس. فدي اسباب كتير جدا، يعني دي اشهر الاسباب. مظبوط. طب رأي حضرتك ايه يا دكتور؟ طبعا زي ما الدكتور احمد قال، في كمان احنا بنحب نقول دايما بنشخص مصدر الالم، مهمنا قوي تشخيص مصدر الالم فين، وهو بنقول عليه كده بين جينيريتور. هل هو مثلا بتبقى مشكله من انزلاق غضروفي نفسه، لو الساده المشاهدين يشوفوا هنا معانا، ولا مشكله في الضيق في القناه العصبيه او التهاب في العصب نفسه، ولا مشكله في المفاصل جر فقرات اللي اسمها المفاصل جر فقرات، ولا مشكله في المفصل الاسفل، المفصل الحوض الخلفي اللي هو بنقول عليه المفصل الحرقوفي، ده برضو من ضمن الالام، او بيسبب تقريبا 30% من مشاكل الام الاسفل الظهر ومشاكل الام العمود الفقري. كل حاله من ديت، او مشكله في الاربطه والعضلات وحصل تموضع خاطئ زي ما الدكتور احمد قال، فبالتالي اضاف لي كل ده وحصل التهابات، سواء كان بقى في المفاصل جر فقرات او التهاب الاعصاب، او ادى الى انزلاق غضروفي. انزلاق غضروفي ده ليه درجات، درجه اولى، ثانيه، ثالثه، ودرجه رابعه لما يخرج من الخارج. كل ديت احنا زي ما قلت لحضرتك كده نقدر نعالج 96% من هذه المشاكل بدون ما المريض يخضع لجراحه، سواء كان التداخل بنعمله، تقويم للعضلات والاربطه والغضاريف والانزلاقات الغضروفيه اللي ممكن تحصل تحت التخدير، ودي بنعملها زي ما شرحنا في الجزء الاول من الحلقه، بنحط تقويم العمود الفقري دوت بنعم بياخد مخدر عشان ما يحسش باي الام. بعد كده بعد ما نخلص بنعمل تحليل الحقن الموضعي او الحقن للعصب المصاب او الحقن للغضروف نفسه او التداخل المطلوب. والحمد لله عندنا اكثر من حاله تعاملنا معها بهذه الطريقه وخدنا بيها نسب نجاح لله الحمد، الحمد لله رب العالمين. دي كلها نقدر نشخص كده ونقدر نقول التشخيص السليم رقم واحد، ثم بعد كده التداخل، نحدد التداخل. بروتوكول علاجي بنحطه احنا كاعضاء بنكيور العيان دوت، بنقعد نتشاور في الحاله. انا عايز اقول لحضرتك احنا حتى في فروعنا في الصعيد، فروعنا في اسكندريه، بنشتغل بنفس الفكر بنفس الاسلوب باحدث تكنولوجيا موجوده. التكنولوجيا دي موفرينها في اماكننا، في مراكزنا على مستوى المحافظات بتاعتنا واماكننا في الفروع بتاعتنا. وكل فرع من دول احنا على تواصل تام مع التيم، شغالين مع بعض، في بناخد القرار والديسيجن مع بعض سوا. المريض اللي هيحتاج تداخل بنحط له خطه التداخل، المريض اللي هيحتاج ان احنا نعمل له التقويم بنحط له خطه التقويم، العلاج هيمشي ازاي، بروتوكول العلاج ازاي. كل ديت العيان بالنسبه، كل عيان زي ما حضرتك قلتي كده هو اختبار بالنسبه لنا، نتعامل معاه على انه اختبار ويهمنا، وبندعي ربنا ان ربنا يوفقنا معاه وينجح فيه. امين.